التكنولوجيا غيرت حياتنا، التكنولوجيا زي أي شيء سلاح ذو حدين، تكنولوجيا مفيدة، تكنولوجيا غير مفيدة. اليوم حنتكلم عن التكنولوجيا الأبو كلب. معكم مقدمكم فارس قدس، أنا ماني المقدم، فانت صهيب. Introducing Fire, the first smartphone designed by Amazon. في المرتبة الخامسة نوكيا إنجيج. On the new Engage QD. Engage. في 2003 نوكيا قررت تنافس الجيم بوي، نزلت جهاز جوال في نفس الوقت جهاز العاب. فكرة رهيبة على الورق، خصوصا اننا في 2003 والعاب الجوال كانت وقتها سنيك. يا الله نبغى صايم. الزبدة الجوال فشل، لكل 100 جيم بوي انباع في واحد بس انجيج انباع. الشاشة صغيرة بزيادة، الازارير ما هي مناسبة للالعاب، ولما تحطه على اذنك شكلك ماسك شيء غبي. حاولوا يرجعوا الموضوع لما نزلوا انجيج جديد، بس خلاص فات الاوان. في المركز الرابع مايكروسوفت زوم. احيانا الشركات المتنافسه يتصرفوا كانهم بزوره، ابغى زيه. مايكروسوفت زون هو مشغل ام بي 3 المفروض انه ينافس الايبود حق ابل. الجهاز ما حد اعطاه وجه بما انه دخل السوق في 2006 مقارنه بابل اللي مستحوذين على السوق من 2001. الجهاز يحزن شويه، خصوصا انه لاقى انتقادات كويسه من التقنيين، لكن ما حد بيشتري زون. مين بيشتري زون؟ واخيرا في 2012 مايكروسوفت قررت انها تلغي الجهاز بعد ما كان استحواذه في السوق 5% بس. We are introducing the iTunes phone. في المركز الثالث سيجا دريم كاست. سيجا دريم كاست هو الجهاز السادس من سيجا. ليش بنكذب على الناس؟ الأوراق فاضية، الأوراق فاضية. الدريم كاست هو سادس جهاز من سيجا، جهاز رهيب، نزل قبل البلاي ستيشن 2، نزل قبل الجيم كيوب، وكان يشغل أونلاين. أنت متخيل أونلاين في سنة 98؟ ألعاب رهيبة حصرية مع الجهاز، كريزي تاكسي. طيب إذا الجهاز رهيب لدي الدرجة، طيب ليش فشل؟ في أكثر من سبب لدي المشكلة. بشكل عام الناس فقدت ثقتها بسيجا. المشكلة بدأت من ايام سيجا جينيسيس، لما سيجا حسسوك انه الجهاز اللي اشتريته منهم ما يكفي. كل لعبتين تنزل يقول لك لازم تشتري قطعه جديده، سيجا سي دي، سيجا 32، سيجا مدري ايش. في النهايه انت دفعت اضعاف المبلغ الاصلي حق الجهاز. الجيل اللي بعده من الجهاز سيجا ساتن كان مره غالي، وضيف على ده كله دريم كاست كان بينافسه بلاي ستيشن 2. بلاي ستيشن 2 اوكي اعلى جهاز حقق ارباح حتى الان. ادى هذا كله الى توقف الجهاز في عام 2001 والى افلاس شركه سيجا. ألو، هاتوا لي مدير التسويق في شركة سيجا. في المركز الثاني الجوجل جلاس. فاكرين قديش تحمسنا للجوجل جلاس في 2012؟ نظارة ذكية تتربط بجوالك تعطيك تنبيهات، والأهم من كده فيها شاشة تعطيك معلومات طول ما أنت لابسها، وهذا اللي يميزها عن الساعة الإلكترونية. حذروا كيف سوت الجوجل جلاس لما نزلت؟ ما سوت شيء. ليش؟ لأنه ما نزلت أصلاً. نزلت نسخة للمطورين توصل قيمتها أحياناً ل10,000 ريال. المشكلة الأساسية إنه الناس ما هم مستعدين لهذه التقنية من ناحية خصوصية. أنا شخصياً ما حكون مرتاح لما واحد يجلس معايا ويصورني طول الوقت. أتصاعد الموضوع لقضايا وصل لدرجة منع في بعض الدول زي روسيا زي أوكرانيا. أضف على ذلك الهولو لينز حقت مايكروسوفت. New ways to visualize our work. I have an idea for the fuel tank. الزبدة النظارة فشلت، لكن مع ذلك الناس مطلعين للنسخة الثانية لما تنحل المشاكل بعد كم سنة. See it now in 3D. في المرتبة الأولى عندنا فيليبس سي دي آي. فيليبس invents the compact disc interactive. يا الله فاكرين الفيليبس سي دي آي؟ ايوه ولا انا. الجهاز ده كان من افشل الاجهزه في التاريخ، كان تعاون ما بين شركتين نينتندو وفيليبس. فيليبس invents CDI, the ultimate machine for compact discs and amazing pictures. فيليبس invents for you. ألعاب النينتندو اللي فيه تفشل، وإلى الآن نينتندو بيحاولوا يمحوها من التاريخ. أعزائي الآباء، ممكن تشيلوا فكرة إنكم تدمجوا الألعاب والتعليم من رأسكم؟ متى آخر مرة سمعتوا واحد يقول لكم ألعاب المفضلة Call of Duty وسيبوي لتعليم النحو؟ نرجع للموضوع، ليش هذا الجهاز في المركز الأول؟ لتأثيره في صناعة الألعاب. حذروا نينتندو لغت شراكتها مع مين بعد فشل السي دي آي؟ سوني. على وقتها نينتندو وسوني كانوا شغالين لهم 10 سنين على جهاز اسمه نينتندو بلاي ستيشن. ايوه نينتندو بلاي ستيشن، جهاز يشغل شرايط سوبر نينتندو ويشغل نظام جديد على سيديهات بيصمم له العاب زي ميتال جير سوليد. لكم ان تتخيلوا ردة فعل نينتندو بعد ما نزل البلاي ستيشن. بالضبط. HD DVD Spectacular High Definition Picture.
بالكم جهاز ما ذكرناه اكتبوا لنا هو تحت. ابل نزلوا جهاز اسمه بيبن، واقترحوا لنا كمان توب 5 تبغون نسويها. سبسكرايب ولايك وشير. لو وصل اللايكس 100,000 حرجع اقدم حلقه كمان. 100,000 كثير، 40,000. شكرا. توب 5 ايش جات تاني لالمانيا؟ شل بالك الرمادي كلوز جول لسه في عمل على طول. جات ثالث بعده على طول، عارف سنتر الرمادي. التعادل كويس في دي الامور، يعني انك تتعادل. ينكونترا كلوسي لو وجد. طيب تعرف لما نقلص الفارق. جول جول. طيب بدا العلم شويه بعد، يعني تعرف اللي جول جول. سادس جول جول.